اتكلمنا في الحصه اللي فاتت عن المهن عن الانشطه الاقتصاديه في مصر، واتكلمنا كمان ان من اهم الانشطه الاقتصاديه اللي موجوده في مصر الانشطه الزراعيه والصناعيه، وايضا يوجد نشاط مثل التعدين. طيب النهارده احنا هنتكلم مع بعض الانشطه الاقتصاديه اللي موجوده في مصر. لو جينا مع بعض اتكلمنا عن الانشطه الاخرى، يا ترى عندنا نشاط اقتصادي زي ايه تاني؟ عندنا نشاط اقتصادي مثل السياحه. يعني ايه كلمه سياحه؟ كلمه السياحه يعني الصناعه التي تدعم جميع الانشطه التي يحتاج اليها اي شخص لزياره الاماكن الاثريه والترفيهيه. يعني ايه برضه المثال؟ يعني السياحه ديت صناعه بتتعمل لها جميع الانشطه الزراعيه والتجاريه والصناعيه، تمام؟ اللي بيحتاج اللي انا بحتاجها عشان ازور الاماكن الاثريه والترفيهيه. طيب برضو كلمه السياحه مرتبطه بالسياح او السائح. احنا خدنا مع بعض قبل كده معنى كلمه السائح، وقلنا ان السائح دوت شخص ينتقل من مكان الى مكان اخر عن طريق طبعا وسائل المواصلات، وذلك لزياره الاماكن الاثريه والاماكن الترفيهيه. طيب اتكلمنا كمان عن ان السياحه دي نشاط اقتصادي يتعلق بزياره الاماكن. يعني السياحه دي بالمفهوم بتاعنا اللي احنا بنتكلم مع بعض، السياحه معناها اللي دوت نشاط اقتصادي بيتعلق بزياره الاماكن الاثريه الترفيهيه. الى جانب ان السياحه تعتبر نشاط اقتصادي مهم جدا لمصر. مهم جدا لمصر ليه يا جونيور؟ لانه بيساعدنا في الاقتصاد المصري. بيساعدنا في الاقتصاد المصري وبيدعم الانشطه الاقتصاديه الاخرى. طيب احنا لو جينا فكرنا مع بعض كده وقلنا السائح ده، السائح لما يحب يجي مثلا مصر لزياره الاماكن الاثريه، في سؤال بيجي على بالنا، يا ترى الشخص السائح ده اول ما هيجي مصر هيقيم فين؟ احنا بنتكلم عن السياحه كمجمل، ان السياحه دي نشاط اقتصادي مهم، وان النشاط دوت بيتفرع لكذا فرع. يعني ايه؟ يعني السائح عندما ياتي الى مصر يقوم بزياره الاماكن الاثريه. طب عندما يقوم بزياره الاماكن الاثريه كيف يتعرف السائح او يتعلم تاريخ الحاجه اللي هو شايفها؟ عن طريق مين؟ عن طريق المرشد السياحي. المرشد السياحي بيساعد السائح لمعرفه تاريخ او معرفه المكان الاثر. ادي اول حاجه في السياحه في المهن السياحيه. كمان السائح عندما ياتي الى مصر بيقيم في الفندق دوت بيضر برضه لمصر مبالغ كثيره. والسائح عندما ياتي الى مصر طبعا بيقوم بتناول الطعام في المطعم. يبقى السياحه زي ما احنا قلنا اهو نشاط اقتصادي بيدعم جميع الانشطه الاقتصاديه الاخرى الموجوده في مصر. والسياحه ديت مهمه جدا لمصر. وفي ناس كتير مثلا في افراد كثيره بيعملوا في مهنه السياحه. طيب لو جينا اتكلمنا مع بعض عن اهم المناطق السياحيه اللي موجوده في مصر. احنا عندنا في مصر بتحتوي على كثير من المناطق السياحيه، زي مثلا عندنا محميه راس محمد. محميه راس محمد دي بتوجد في جنوب سيناء. طب يعني ايه كلمه محميه؟ محميه دي عباره عن مكان احنا بنعمله. المكان دوت بيساعد الحيوانات والنباتات اللي مهدده بالانقراض. يعني ايه مهدده بالانقراض؟ يعني مثلا انا
بدأت بتقل تواجدها في العالم كله. فبنقوم بإيه؟ بنقوم إن إحنا بنعمل مثلا المحمية. المحمية دي بتحمي النباتات والحيوانات من الانقراض. طيب قلنا دلوقتي إن إحنا عندنا محمية رأس محمد. محمية رأس محمد توجد فين؟ بتوجد في جنوب سيناء. عندنا كمان من أهم المناطق السياحية اللي موجودة في مصر كوبري ستانلي. كوبري ستانلي موجود في مدينة الإسكندرية. تمام؟ عندنا كمان معبد الكرنك. معبد الكرنك من أهم المناطق السياحية اللي موجودة في مدينة الأقصر. وأيضا عندنا معبد فيلة. واتكلمنا قبل كده عن معبد فيلة وقلنا إن معبد فيلة بيوجد في مدينة أسوان. طيب يبقى احنا اتكلمنا النهارده مع بعض عن كلمتين مفردات جديده احنا خدناها. اخدنا اول حاجه كلمه السياحه وخدنا كلمه السائح، وقلنا ان معنى كلمه السائح هو شخص ينتقل من مكان الى مكان اخر عن طريق وسائل المواصلات المختلفه، وذلك لزياره الاماكن الاثريه والاماكن الترفيهيه. طيب الاماكن الاثريه اللي موجودة طبعا بتوجد بكثرة في جمهورية مصر العربية. واتكلمنا كمان عن ان السائح بيحتاج الى كثير من الاشياء عندما يأتي مصر، بيحتاج الى فندق للإقامة فيه، بيحتاج ايضا الى مطعم لكي يتناول فيه طعامه، بيحتاج الى مرشد سياحي ليعلم مثلا الآثار الذي يراها او تاريخها. وكده يبقى احنا النهارده خلصنا درس. صباح الخير يا جونيور 1، النهارده هنتكلم مع بعض عن المهن في وسائل المواصلات. اتكلمنا عنها قبل كده وقلنا ان يوجد بعض المهن الموجوده في وسائل المواصلات. زي ايه؟ زي مثلا مهنه الطيار. ماذا يقوم الطيار؟ ما هي وظيفه الطيار؟ وما مهنته؟ مهنه الطيار، الطيار يقوم بقياده الطائره. يوجد ايضا مهنه اخرى في وسائل المواصلات مثل مساعد الطيار. مساعد الطيار ماذا يكون؟ يساعد الطيار في قيادة الطائرة. تمام؟ كمان يوجد في مهنة المضيفة. ماذا كانت مهنة المضيفة؟ مهنة المضيفة بتقوم بتتأكد من سلامتي داخل الطائرة وتتأكد من سلامتي بداخلها. طيب اتكلمنا كمان عن بعض المهن الأخرى مثل ناظر محطة. ناظر المحطة كان بيعمل ايه؟ ناظر المحطة بيكون مسؤول عن المحطة. وأيضا يوجد محصل التذاكر، محصل التذاكر يقوم بتحصيل التذاكر داخل القطار أو الحافلة. أيضا يوجد سائق القطار أو مهندس السكة الحديد، وهو يقوم بقيادة القطار. طيب احنا لما النهاردة اتكلمنا مع بعض عن المهن دي، والمهن دي هنربطها بحاجة جديدة احنا هناخدها. الحاجة الجديدة اللي احنا هناخدها دي اسمها ايه؟ اسمها الاقتصاد. احنا على طول وقاعدين مثلا بنسمع ونشوف الاخبار بنسمع كلمه الاقتصاد. طب ليه ما سالناش نفسنا قبل كده ما معنى كلمه الاقتصاد؟ معنى كلمه الاقتصاد هو كل شيء يتعلق بتصنيع البضائع واستهلاكها وشرائها وبيعها فضلا عن توفير الخدمات. يعني ايه برضو الكلام دوت؟ يعني عملية الاقتصاد دي بتنقسم إلى شراء منتجات أو بيع أو إنتاج مثلا مواد أو تصنيع إلى جانب توفير الخدمات. طب برضه يا مستبه إزاي إحنا هنفهم الكلام دوت؟ دلوقتي مهن اللي إحنا إتكلمنا عليها اللي في وسائل المواصلات، إحنا قلنا إن في بعض المهن اللي في وسائل المواصلات مثلا الطيار. طب ايه اللي بنربط الطيار مثلا بالنشاط الاقتصادي ازاي؟ بنربطه ان الطيار بيساعد في توفير خدمه للمواطنين، ان هو بيقوم بقياده الطائره. واحنا قلنا ان الاقتصاد بيتعلق بايه؟ يتعلق بشراء، بيع، توفير خدمات، تصنيع، انتاج. هو ده معنى كلمه الاقتصاد. تمام؟ طب احنا دلوقتي عندنا هنا في مصر يوجد كثير من الأنشطة الاقتصادية. زي إيه مثلا؟ عندنا أنشطة اقتصادية كثيرة. زي
نشاط اقتصادي زراعي. الزراعة تعتبر من أهم الأنشطة الاقتصادية اللي موجودة في مصر. إزاي؟ إحنا عندنا بعض المحاصيل الزراعية المهمة جدا في حياتنا. زي إيه؟ زي مثلا زراعة القطن في مصر. زراعة القطن ديت مهمة جدا. ليه؟ لأنها بتستخدم في صناعة الخيوط والأقمشة. إزاي الكلام ده؟ إحنا مثلا بنيجي في فصل الصيف. أغلبنا بنلبس تيشيرتات قطن. يبقى القطن دوت بيساعدنا على صناعة الملابس القطنية. يعني معنى كده إن القطن دوت محصول زراعة القطن ده مهم جدا في مصر، لأنه بيستخدم في صناعة الأقمشة القطنية، وبيستخدم أيضا في صناعة الخيوط. إلى جانب أن يوجد بعض المحاصيل الزراعية المهمة جدا الأخرى زي زراعة البلح والتين، إلى جانب القمح. هنقول إن القمح بيدخل في صناعة الخبز والمخبوزات، وأيضا الذرة نستخدم الذرة في أنشطة في صناعات مختلفة، زي مثلا صناعة زيت الذرة، أو مثلا بنقوم مثلا بالذرة بصناعة بعض المخبوزات أيضا، إلى جانب صناعة الأرز. زراعة الأرز، والأرز مهم جدا ومن المحاصيل المنتشرة ومهمة جدا في مصر. دوت لو اتكلمنا عن الزراعة، يبقى احنا اتكلمنا أول حاجة عن معنى الاقتصاد، وقلنا إن الاقتصاد دوت عبارة عن بيع وشراء واستهلاك وإنتاج وتصنيع، وأيضا توفير خدمات، إن احنا نوفر خدمات للمواطنين. طيب هنتكلم كمان عن الصناعة. الصناعة دي تعتبر نشاط اقتصادي مهم جدا في مصر. ازاي النشاط الاقتصادي دوت مهم في مصر؟ لان احنا بنستخدم بعض المواد بنستخرجها، بعض المواد دي بتستخدم في صناعة بعض الاشياء الاخرى. زي عندنا مثلا احنا في مصر بننتج مادة الصلب. تمام؟ مادة الصلب دي مادة، المادة دي بتساعدنا في صناعة ايه؟ الآلات والسيارات والمنشآت والجسور. يبقى مادة الصلب دي مادة احنا بنستخدمها في صناعة السيارات والآلات والمنشآت والجسور. دي مادة مهمة جدا. وبرضه في صناعة الأقمشة والملابس، ودي من الصناعات المهمة جدا في الاقتصاد المصري. في أنشطة اقتصادية موجودة في مصر زي النشاط الزراعي والنشاط الصناعي. طيب لو جينا مع بعض اتكلمنا برضو عن نشاط آخر. زي إيه مثلا؟ عندنا مثلا نشاط آخر اسمه التعجين. إيه التعجين ده؟ ما معنى كلمة التعجين؟ التعجين دوت احنا اكيد بنسمعها عارفه الكلمه دي. كلمه التعجين او معنى كلمه التعجين هي عباره عن حفر الارض. ازاي؟ انا بقوم بحفر الارض لاستخراج المواد الخام منها. زي ايه يا مثلا؟ انا عندما اقوم بحفر الارض طبعا بيقوم مثلا بحفر ارض في المناهج. المركب دوت مكان بيبقى مثلا معروف ان في الارض دي موجوده بعض المواد الخام، فبيقوم بحفر الارض وبعدين بعد ما يقوم بحفر الارض بيستخرجوا المواد الخام منها، زي الحديد والفوسفات وزي كمان الذهب والفحم. يعني معنى كده ان احنا عندنا كثير من الانشطه الاقتصاديه اللي موجوده في مصر زي الزراعه والصناعة زي ما اتكلمنا عليها والتعجين، وقلنا إن معنى كلمة التعجين هي حفر الأرض. حفر الأرض لإيه؟ لاستخراج وإيجاد المواد الخام المهمة. زي إيه المواد دي؟ زي الحديد، زي برضو الذهب والفحم والفوسفات. تمام؟ طيب كمان من أهم المناطق اللي موجودة لاستخراج الحديد هي مدينة أسوان. احنا بنستخرج الحديد من منطقه اسوان. يبقى احنا اتكلمنا تاني عن الانشطه الاقتصاديه
اللي موجودة في مصر اللي هي الزراعة والصناعة والتعجيب. تمام؟ طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة جونيور ريتو هناخد مع بعض الدرس رقم 7. هنتكلم مع بعض فيه عن الأماكن السياحية. احنا قلنا قبل كده إن السياحة تعتبر نشاط اقتصادي من الأنشطة الاقتصادية، وقلنا إن معنى كلمة الاقتصاد يعني إيه؟ اقتصاد كل ما يتعلق بالشراء والبيع والاستهلاك والإنتاج والتصنيع. وقلنا طبعاً إن في مصر يوجد كثير من الأنشطة الاقتصادية. زي ايه؟ زي الزراعه، وقلنا ان احنا عندنا اهم المحاصيل الزراعيه طبعا محصول القطن اللي هو بيستخدم في صناعات الاقمشه، وقلنا كمان ان احنا عندنا انشطه اخرى زي الصناعه، وقلنا ان مصر بتنتج الصلب اللي بيساعد اللي بنستخدمه في صناعه الالات والسيارات والجسور. واتكلمنا كمان عن السياحه، ان السياحه تعتبر نشاط اقتصادي مهم جدا في مصر. واتكلمنا برضو ان السياحه بتتفرع منها اجزاء اخرى زي مثلا الاماكن اللي هي بتروح السائح بيروحها، زي مثلا السائح اول ما بيجي ينزل مثلا مصر بيقيم في فندق، طبعا دوت بيجيب لمصر فلوس كتير، فلوس بتزود الاقتصاد المصري، الى جانب ان السائح بيذهب لان هو بيتناول الطعام في مطعم، وبيستخدم طبعا المرشد السياحي اللي يعرف تاريخ الاثار اللي هو بيزورها ويعرف الاماكن. فمعنى كده ان السياحه كانت نشاط مهم جدا لمصر، نشاط اقتصادي مهم جدا. طب النهارده هنتكلم مع بعض عن ايه؟ هنتكلم عن بعض الاماكن السياحيه اللي موجوده في مصر، وان الاماكن دي تعتبر فريده جدا من نوعها في مصر. طب احنا لو جينا فكرنا كده مع بعض وقلنا يعني ايه معنى كلمه فريد؟ ايه كلمه فريد؟ يعني ايه؟ كلمة فريد يعني شيء نادر أو مختلف عن غيره، شيء مختلف جدا، زي مثلا إيه؟ زي مثلا لما ماما كده تجيب خاتم بفص لونه مختلف أو لونه غريب، إحنا بنقول يا الخاتم ده فريد قوي، يعني مختلف عن أي حاجة تانية، لونه مختلف. يعني زي ما قلنا كلمة فريد يعني حاجة مختلفة عن ونادرة عن أي حاجة تانية. طب إحنا لو جينا طبقنا الكلام دوت على مصر وعلى الأماكن السياحية، مصر تعتبر فيها كثير من الاثار الفريده اللي عندنا. زي ايه مثلا؟ زي مثلا لو جينا بصينا في الصوره اللي معايا، عندنا هنا ديت مدينه ايه؟ ها؟ دي مدينه اسوان. طيب لو جينا بصينا كده على مدينه اسوان هنلاقي دي قريه نوبيه، القريه النوبيه دي فريده جدا من نوعها. ليه حد ليه مين هيقول لي ليه فريده من نوعها؟ فريده من نوعها علشان هي فيها الوان مختلفه، فيها حتى منظر البيوت مختلف عن اي بيوت ثانيه، البيوت اللي على النيل، بصوا حتى المركب الوانها زاهيه ازاي، بصوا حتى الالوان اللي في الصوره الاولانيه هتلاقوا الوان مبهجه جدا والوان مختلفه وفريده عن اي بلد ثانيه او عن اي مدينه ثانيه. طب احنا معنى كده اللي احنا عندنا هنا في مصر اماكن مختلفه واماكن فريده واماكن كثيره عن اي دول ثانيه بره. طب لو جينا برضو بصينا على الصورة التانية، الصورة التانية فيها ايه؟ الصورة التانية أول حاجة المدينة دي تعتبر مدينة الفيوم. طيب مدينة الفيوم دي ايه الصور الفريدة دي؟ زي ايه؟ بصوا هنا، هنا فنان يقوم بنحت تمثال، والصورة التانية صورة لبعض الجبال أو المرتفعات اللي موجودة في الفيوم. طيب الفيوم دي المكان ده يعتبر فريد ولا لا؟ اه طبعا يعتبر فريد. ليه؟ علشان خاطر ان المكان ده فيه اماكن مختلفه ونادره عن اي مكان في العالم. الفيوم بتشتهر بالشلالات كمان، بتشتهر زي ما انتم شايفين المرتفعات الجميله دي، المرتفعات دي شكلها حتى المنحوتات اللي موجوده هي في الصوره الاولانيه بتاعت الفنان نادره اللي انت تشوفها، مكان فريد. طيب لو جينا بصينا مع بعض للصوره الثالثه، الصورة الثالثة هنا بتتكلم عن ايه؟ فيها ايه؟ الصورة الثالثة طبعا من مدينتنا العظيمة مدينة الاسكندرية. ياه جينا كده نبص، احنا أول ما شفنا الصورة عرفنا على طول إن دي مدينة الاسكندرية. ازاي؟ ازاي؟ بصوا أول حاجة بنشير إليها هي
الدربكه دي عباره زي
عباره عن طبله، دي برضه تعتبر من التراث المصري، الناس في مصر بيحبوا يسمعوها، وهي ليها ايقاع معين. يبقى معنى كده ان الموسيقى كمان ليها تاثير عظيم على المصريين وعلى الشعب المصري، وعلى على الرغم من اختلاف انواع الموسيقى في مصر الا ان كل الشعب بيجتمع ان هو بيسمع شيء حتى مختلف عن التاني، بس كلنا بنحب الموسيقى وكلنا بنحب نسمع انواع مختلفه من الموسيقى. تمام؟ طب لو جينا مثلا بصينا على الصفحه اللي بعد كده، ما الذي يتميز هذه المدينه؟ اكتب اسم المدينه التي اختارها لك المعلم، ثم استخدم المصادر المتوفره لتتعرف على احدى الاشياء المميزه في المدينه وتكتبها. لو جينا اتكلمنا مثلا عن المدينه، احنا نحب نختار مدينه ايه؟ مثلا احنا قبل كده اتكلمنا عن مدينه الاسكندريه وقلنا الاسكندريه بتتميز ايه؟ واتكلمنا كمان عن مدينه الاقصر، واتكلمنا كمان عن مدينه اسوان، واتكلمنا طبعا عن الجيزه، وقلنا قد ايه هي بتشتهر بالاهرامات ومنطقه سقاره ونهر المدرج وابو الهول. طب احنا لو حبينا النهارده نتكلم عن مدينه، هنتكلم عن مدينه ايه مثلا؟ ممكن نحب نتكلم عن مدينه ايه؟ احنا ممكن مثلا نتكلم عن مدينه الجيزه. لو حبينا نتكلم عن الجيزه مثلا او المصري انسان عظيم. تمام؟